عادي ودلالات عودة مسلسل التراشق بين حزبي السلطة في الجزائر، حيث قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس في حوار مع صحيفة الخبر اليوم، قال إن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى يطمع في منصب رئيس الجمهورية، وأنه لا طموح في الرئاسة ما دام بوتفليقة يحكم البلاد، مضيفا أن طموح أويحيى في الرئاسة ليس عيبا، إنما الطمع صفة سيئة. في رده قال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب إن ولد عباس يريد الفتنة بين الرئيس بوتفليقة وأحمد أويحيى بتصريحاته المتتالية والمملة كما سماها بخصوص طموح هذا الأخير في منصب الرئيس. لمناقشة هذا الموضوع معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر سعد بوعقبة كاتب الصحفي. أستاذ سعد بوعقبة، كيف تقرأ ما يحدث الآن، تجدد مسلسل التراشق بين الأفلان والأرندي؟ والله شيء مضحك حقيقة. الحزبين هذو عندهم تقريبا 15 ولا 20% من الشعب الجزائري، لأن 80% أرباعهم هما والمعارضة تاعهم في سلة المقابلة، ومع ذلك هما دايرين كزراية يضغطوا على الزوج، يعني يكون اللي يقتدي بالرئيس وحده ويشكل الحكومه. في مضحك حقيقه. هذا الناس هذو هما يمثلوا 20% هما ومعاهم المعارضه، يمثلوا 20% من الشعب الجزائري ويحوسوا يحكموا 80% من الشعب الجزائري اللي قلبت موجودين. يعني والرئيس نفسه لو كان في كامل قوى العقلية وكان يحترم الشعب ويحترم مؤسسات الدولة ويحترم إرادة الشعب اللي ترشح وعطاه له كما يقول 70% من الأصوات وهو فوق شاز رولان، لو كان يحترم الشعب كان يقول لهم انتم تنزلوا 20% ما عندكمش الحق حتى تهضروا على 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 الحكومه، فما بالك يضربوا عليها. يعني في حتى المعارضه اللي جات معاهم، يعني من المؤسف حقا ان المعارضه اللي جات مع الناس هذو في الانتخابات الاخيره تتهم الحكومه تاع سلال بانها زورت وفي نفس الوقت تتفاوض معاه من اجل انه يقودهم في الحكومه الجايه. يعني طورة سريانيه تعيسه ما عندها حتى حد ادنى من الاخلاق السياسيه في البلاد. والرئيس انا متاكد باللي خارج مجال التغطيه، والا لو كان على ديدانه كما نعرفوه ما كانش يقبل مثل هذه المهازل، خاصه فيما يتعلق بمساله صراع على الحكومه وعلى الوزراء بهذه الطريقه التعيسه بين حزبين المفروض يتوارى، لانهما انهزما هزيمه نكره. 80% من الشعب الجزائري قرر مصيره وقال الحكم هذا غير شرعي، فالمفروض يحكموا على عرضهم بس يضربوا بالقمامات يتقالحوا بالروائح التي في الجرائد بهذه القضايا. ابقى معنا استاذ سعد بوعقبة. نور الدين بعبوح الوزير السابق ينضم الينا في النقاش. سي نور الدين بعبوح، كيف تقرا ما يحدث هذا المسلسل الجديد، الحلقه الجديده في المسلسل بالاحرى؟ ولد عباس يقول ويحيى يطمع في منصب الرئيس، والمنصب الرئيس بوتفليقه هو اللي يحكم في البلاد. صديق شهاب يقول ولد عباس يريد الفتنه بين بوتفليقه واحمد ويحيى. السلام عليكم وتحياتي لكل المسلمات المغربية ولضيوفك الكرام. أولا في البداية أنا بالنسبة لي ليس هذه بالمفاجأة، هذا الحرب ولا هذا الحرب الكلامي بين مثلا الأرندي ليست بالجديد، عنده سنوات وسنوات، وكل بعد كل انتخابات وكل استحقاقات تخرج للمؤسسة تتمضى كما يقول بالعامية عنه، وبعدين كلهم يدخلوا في الصفعة كما الحاكم أو صاحب القرار يضرب الصفاره في نهايه المطاف. انا هذا الشيء بالنسبه لي ليس بشيء مفاجئ، ولكن الشيء اللي هو لازم ولا بد علينا ان نلح عليه هو هذا احداث حزبين سياسيين هما في حد ذاتهم حصلوا على 2,600,000 يعني صوت فقط،
ويتبرى ويدعوا بان عندهم حكم وبانهم اغلبيه وبانهم هم يشيروا البلاد وبانهم وبانهم الى غير ذلك الى غير ذلك. هذا الكلام يعني على كل حال كلام يعني بالنسبه لي مسؤوليتي الاولى هو النظام السياسي الحالي اللي يعني انا شخصيا والله غير يعني عدت يعني افكر بان الكلام على هذا النظام السياسي وفي حد ذاته تضييع وقت. لماذا ينتظر وقت؟ لأن عندما نتكلم عن الاستحقاقات ونتكلم عن الانتخابات اليوم الشيء اللي أصبح يعني مباح لدى الجميع ومعظم الجميع تشارك أو لم تشارك وقاطع دير حملة انتخابية أو دير حملة انتخابية هذا نفسه كل شيء ما عنده حتى معنى. إذا رانا في نهج في واحد يعني كما يقولوا بالعامية أنا في واحد البشرة فيها كرنفال كبير 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 اين السياسه بصفه عامه والنشاط السياسي بصفه خاصه اصبح ما عنده حتى معنى في الجزائر وهذا الشيء خطير خطير وخطير جدا. اليوم السلطه امام الشعب السلطه لديها الشعب لكن حتى وسيط وهذا من ضمن انا نتساءل هل هناك في الجزائر كاينين ناس اللي راهم واعيين وعندهم مسؤوليات فكروا هل هناك شخصيات واشخاص يعني اللي عندهم ممكن يفوت في القرار يفكروا هل هناك يعني في الجزائر يعني موجودين اليوم رجال واعيين ان الجزائر راهي في خطر وراهي تعيش ازمه بعد ازمه؟ هذا هو السؤال اللي اصبح مطروح اليوم. الكلام حول النقاش غير الكلام والحوار والنقاش ما بين الحزبين السياسيين الحزب الاول نعرفوا كيف كان ولندي نعرفوا كيفاش هو ولكن ليس الرهان كبير. ولد عباس يقول انه بوتفليقه انه ولد عباس بالاحرى احمد ويحيى ولد عباس يقول انه احمد ويحيى يطمع في منصب الرئيس. انا معك بان الرهان رهان كبير ولكن الشيء اللي اليوم يصبح شيء خطير شيء اخطر خطير هل تبعته تدخلات او تصريحات سيد البال اليوم لما تبعتوش تصريحات سيد البال يقول بالحرف الواحد في جريدة الوطن يقول بأن القوانين لازم تعديل القوانين هذه القوانين بصدر لكن يرجع هذا إنسان من بيت يقول باللي التعديل القوانين اللي سيرت الانتخابات التشريعية الماضية كان قوانين غير قابلة للتطبيق يقول بالحرف الواحد لازم نوضح الأمور لازم الأمور تتوضح هذا في التقرير تحت تقرير تعديلنا ويقول ثانيا بان لازم يحدد دور الاداره يعني كلام اليوم تبين بان الجزائر راهي عايشه كان باخره تسمح لي بالعبره باخره راهي في وسط البحر وتمور معنى بان كان هناك قائد ما كان هناك مسؤول والكلام طيب. وكاين ممكن مجموعه اللي راهي تلعب في هذا الدور مجموعه انت تتموقع والتموقع هذا انا بالنسبه لي هو تضرب الصفام ونقول لك تعين الحكومه يصبح فلان وغيرندي يقول لك هذاك حليف استراتيجي ويبقى حليف استراتيجي كما ممكن فيها ادخال احزاب سياسيه اخرى اللي كانت تلعب يمين ويسار وتموقع عندها رجل داخل ورجل خارج حتى هي بالنسبه حد ذاتها موقع. طيب خليك معنا سي نور الدين بعبوع لو سمحت. استاذ سعد بعقبة ما رايك يعني هل ولد عباس بالحديث باستمرار الاستهداف ويحيى طماع كما يصفه في منصب الرئيس هكذا فقط تصريح مرة أخرى من تصريحات ولد عباس أم أنه ولد عباس لا يمكن أن يتحدث في هذا كذا موضوع وخاصة الرئيس بوتفليقة بدون مهماز؟ بطبيعة الحال هو يمكن يكون شطحة من عنده ويمكن يكون بنت وابنه ويش بنت عقله. هذا إنسان كما يقولوا عندنا في الناحيه الشرقيه يفتح زداري يعني بلا الحارم يفتح وحتى الكلام تاعه من الناحيه السياسيه لا معنى له لان يقول ويحيى يطمح للرئاسه وانا دير حزب ما اذا كان ما يطمحش للرئاسه واش معنى انه يدير حزب لازم يدير حزب طول حياته ويأيد ويساند الرئيس. هو يقول بانه الطموح ولد عباس يقول الطموح ليس عيبا هو يقول بانه ما دام هناك رئيس هو بوتفليقه لا يجب ان يطمع ويحيى. المفروض السيد هذا يوزع له سؤال هل الرئيس الان بعد ما قدمته البرنامج تاعه في الانتخابات الاخيره
وادها 15 إلى 20% من الاصوات، هل ما زال يحظى بالشرعيه هذا الرئيس هذا حتى تقول لي ما دام حزبك بدا الان جاب 15% على اكثر تقدير و 80% ضده، معناها انك فقدت الشرعيه للرئيس تاعك هذا، يعني معناها حتى ويحيى عنده الحق يسمح بانه يدير لان الرئيس فقد شرعيته بالانتخابات الاخيره، لو كان جاي يفهم السياسه هذا السيد هذا كان هذا هو السؤال اللي يطرح عليه، ويحيى ما طمعش في منصب الرئيس، لو كان الرئيس مازال حتى بالتصوير يمثل الشعب الجزائري كما قال 70% الانتخابات الاخيره، قدموا البرنامج تاعو، قدموا الرجال تاعو، وحصل على 15%، 80% ضدا بزوج. يعني وهما متحالفين، المفروض يستقيلوا، والمفروض الرئيس يفهم الرساله هذه اللي بعثها له الشعب ويشكل حكومه من خارج الحزبين هذو تماما، حزب حكومه انقاذ وطني لا تمثل فيها لا الاحزاب تاع الحكم ولا احزاب المعارضه، هذا هو الصوت اللي لازم يسمعه الرئيس في تشكيل الحكومه القادمه. لكن انت كنت تقول بانه الرئيس خارج نطاق التغطيه، اي صوت يسمعه؟ قلت لك لو كان جاي بكامل القوى العسكريه وداخل التغطيه كان هذا القرار اللي يدير، يسمع صوت الشعب، لا يصرخ في واد ويشكل حكومه من خارج الاحزاب ومن خارج. طيب لكن هو يقول اذا من اذا كان الرئيس خارج نطاق التغطيه، من قال سلال بانك مكلف بتشكيل حكومه واتصل بالاحزاب؟ الناس اصحاب المشمشيه اللي بحذاء الرئيس بالك ما على بالوش خلاص، لكن لانه يستحيل يكلفوا وهو مازال مجلس دستوري ما عليهش النتائج، هذا يبين باللي عبث الدستور، فاذا كان الرئيس ينجم يعبث الدستور في هذه، لماذا لا يعبث الدستور في تشكيل الحكومه ويقول الاحزاب اللي نجحت في الانتخابات هذه احزاب اقليه وما عندهاش الحق والاغلبيه هي اللي تشكل منها القياده ويروح للمعارضه لهذو المقاطعين تاع فيسبوك يشكل منهم حكومه تاع شباب ويدير حكومه مكدوده ويستجيب للراي الشعب، هذا هو الرئيس. يعني لا اشكال، يعني انت كنت تقول استاذ سعد بعقبه انت تقول انه الحل هو انه في حكومه جديده خارج احزاب السلطه، ولكن في نفس الوقت كنت تقول بان الرئيس خارج نطاق التغطيه. كان القوى الوعي ويحترم اراده الشعب ويحترم الدستور، معنى هذا الان تقرير مصير تحقق ب 80 85%، وهي نسبه لم تحصل الا في استفتاء 1962 على بين الاستعمار وجبهة التحرير. الان هذا التقرير المصير يعادل تقرير المصير 62. الان الشعب الجزائري قرر مصيره وسوى هذه الاحزاب الحاكمه هذه سواها بالاستعمار والكولومب في 62 وهو محق في هذه القضيه. طيب خليك معنا استاذ سعد بعقبه لو سمحت، ما رايك نور الدين بحبوح؟ انت تعرف ويحيى اشتغلت معه، يعني تعرف سيكولوجية أويحيى إن صح التعبير، كيف يستقبل أويحيى هذا الهجوم من ولد عباس وإن رد نيابة عنه صديق شهاب؟ يعني هل هو مقصود به أم شطحة من شطحات ولد عباس كما يقول الأستاذ سعد بعقب؟ لا أنا أؤكد وأقول بأن شطحة من شطحات ولد عباس، هذه شطحة. لماذا؟ لأن ولد عباس في المرحلة الحالية يدافع على ولد عباس، تعرف بان ابنه راه متهم والملف نتاع التهمه راه مازال محطوط تحت الطاوله، اين راك على بالك وين؟ وعلى بالك بلي الابن نتاعو راه موجود في 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 في, 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 في الخارج، وعلى بالك بلي التصريحات نتاعو فيما يخص الابن نتاعو مؤخر يقول انا شخصيا اثق كامل الثقه في العداله، والبارح يتكلم يقول اللي عنده دليل يجيبه. شو يعني لك ويقول للخبر يقول بانه ابنه ينفي انه متورط وانه هارب من المتابعات القضائيه ويروح ابعد من هذا الشيء، يروح يقول ابدا، يقول اللي عنده دليل يجيبه. اشهر قبل ولا 15 يوم قبل يقول بان انا اثق في العداله، يعني هذا اعتراف ظني بان هناك اشكال ولا مشكله في الكتاب. يعني اذا شطحه من شطحات ولد عباس، ويحيى ليس له طمع في الرئاسه كما يقول ولد عباس. اعرف وانا اعرف ويحيى عندما يدخل هذا على باله ما هو وزن كل انسان، يعرف وزنه، يعرف ممكن وزنه، يعرف حتى وزن ولد عباس، ويعرف شطحات ولد عباس كما في الماضي. عندما كان، نعطيك مثال بسيط يا اخي، عندما كان سعيدان
هل ويحيى ولا مجموعة ويحيى كانوا يتجربوا يتكلموا لأنهم عارفين كانوا عارفين وزن سي سعيدان نخت فلان وكان عن المهيمن في الدعوة إلى غير ذلك، وكان دائما يبرد يعني يلطف في الخطاب السياسي ويلطف الخطاب السياسي رغم الهجوم التهديمات أرجو لماذا التهديمات اللي كانت من طرف سي سعيداني ورغم التهديمات الهجوم اللي كان من طرف سعيداني وكلام كان خطير جدا جدا يعني في ذلك الوقت كيف كان يتكلم يحيى وما كانت بدخلت يحيى كان يقول بأن الفنان حليف استراتيجي ولا فنان صديق وكذا وكذا عمره لا يعني جرب بس صبح يدخل في الهجوم اليوم يعرف هو وزن سياسي في ود عباس وأنا أقول لك اللي ممكن حتى أيام أنت ود عباس هي محسوبة يعني محسومة الأمم محسومة ومن اللي هذه الوضعية الحالية ولكن الصراع نعرف بأن الصراع مازال موجود الصراع هذا موجود وأنا أشاطر رأي سعد بو عقبة عندما يتكلم يقول بأن إذا كان الرئيس موجود وموش خارج نطاق التغطية كان يأخذ قرارات ولكن أنا حتى في هذا الشيء أشكك لأن الهدف نتاع النظام السياسي الحالي هو هدف البقاء في السلطة مهما كانت الصعوبات ومهما كان الظروف وهذا هو وانا اكرر طيب البقاء في السلطه من 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 هذا النظام الحالي السلطه من هي السلطه من هو النظام بوتفليقه هل هناك فعلا خلاف او صراع حول خلاف بوتفليقه ام انه ربما النظريه اخرى تقول انه باظهار رئيس بوتفليقه في الانتخابات التشريعيه الاخيره ربما تحضير حتى بعد اذا طال الله في عمره 2019 وترشيحه أنا أقول لك أنا في المرحلة الأولى في أنا كنت أعرف كيفاش الأمور تصرى أنا في مرحلة التموقع وكل واحد عن نية التموقع من جانب في خطابه السياسي في التهجم على الآخر في بعض الأحيان تبرير الأمور الحملة الانتخابية تبات الحملة الانتخابية يا أخي الحملة الانتخابية عندما الحملة الانتخابية اللي جراها الإيرلندي يهاجم في الحكومة تاع سمير ويتكلم في أمور كأنه غير موجود في الحكومة إيه هذا كله هو في مرحلة التموقع كما قلت التموقع وانتظروا الأمور كيف ممكن تصرى بعد الحكومة وبعد تصيب المجلس الشعبي الوطني والأيام المقبلة ستعطينا ممكن شكرا جزيلا لك نور الدين بحبوح الوزير السابق أستاذ سعد بوعقبة ما رأيك تموقع تحضيرا لخلافة بوتفليقة أم أنه هذا ليس مطروحا يعني ولد عباس كان يتحدث حتى عن العهدة الخامسة ما رأيك ربما بإظهار رئيس بوتفليقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة حتى ولم يستطع إلا بمساعدة نجلي شقيقة للتصويت أنه سيناريو العهدة الخامسة ربما يتكرر لو أطال الله في عمره هو حقيقة أن الحملة الانتخابية الأخيرة والطريقة اللي قادوا بها الانتخابات التشريعية أبانت على شيئين اثنين هو أن الجهاز الوطني للتزوير الذي كان قائما والمتمثل في جهاز المخابرات خرج هذه المرة من اللعبة وبالتالي نقصت عملية تجديد الشعب للصناديق يعني نسبة كبيرة من المقاطعين كان 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 يجيبها من ديارات المقاعد يعني حزب السلطه الاساسي في البلاد اللي هو اكبر حزب في البلاد 62 هو ديارات هذا المره هذه يظهر انه ما اشتغلت على جبهه حزب الناس للتصويت وبالتالي نقصت النسبه تاع المتصويتين ونقصت نسبة التجديد على مستوى الولايات في المهرجانات الشعبية ولاحظنا كيف جماعة ولد عباس وجماعة ويحيى ينقلوا الناس من ولاية إلى ولاية بالحافيات بيملاوا الطاعات يعني حتى على مستوى الولاية لسه ما عادش ينجموا يجندوا وهذا لعب في عامين اثنين هو ارتفاع منسوب الفساد والسرقة في نظام الحكم وخاصة في الأحزاب المترشحة الرئيسية لرندي وبصفة أكبر لفلان وطغيان المال الفاسد ثم انسحاب كما قلنا الديانات من عملية التزوير
حتى عمليه التصوير نفسها هذه المره كانت مفضوحه وكانت غير دقيقه وغير مهنيه. باين باللي جماعه الديانات ما كانوش موجودين كما كانوا من قبل، وبالتالي حسب تعبيره الرئيس الان بالانتخابات التشريعيه هذه الاخيره فقد القاعده الشعبيه تاعو. 80% من الجزائريين صوتوا ضد النظام، والنظام متمثل في الواجهه السياسيه اللي هي لا فلان ولا رندي، والزوج مرتبطين بالرئيس، والزوج يهضروا باسم الرئيس. الان استفتاء تم، الرئيس الان مطروحه قضيته بقوه على الصعيد الوطني، وبالتالي كل الناس تطبع، كل واحد خرجاته. اذا كان نقولوا باللي ويحيى طماع، وشكون يقول لي ماهوش ولد عباس؟ هو اللي حاب يطمع، هو اللي طماع وخايف الاخرين يحلالوا، لان ولد عباس اللي ما كانش يحلم يكون رئيس خليه في لبنان لقى روحه امين عام تاع لبنان، ممكن يفكر حتى هو يولي رئيس وفكر طاعه. ولكن ليس اللي حط ولد عباس هو ربما اللي قال نقول الكلام كذلك؟ اليس اللي حط ولد عباس لاعتبارات ربما مناطقيه هو اللي قال له قول الكلام هاجم ويحيى اللي ربما له طموح او مدعوم من جناح في النظام مثلا كما يرى البعض؟ يعني الرئيس ما قال له غير انه يرد على امين عام تاع الرئاسه تاعو. كنت تقول محيط الرئيس ليس بالضروره الرئيس، كنت تقول بان الرئيس خارج نطاق التغطيه، يعني محيط الرئيس، مستشار الرئيس، شقيق الرئيس. الرئيس ما لقاش واش يدير ويرد على الامين العام تاعو في رئاسه الجمهوريه، يرد عليه ولد عباس. يعني ما صوره كاريكاتيريه ما تدخلش في العقل. يعني طيب، اذا كانوا ابقى معنا استاذ سعد بعقبه لو سمحت. دكتور فتح ربيعي البرلماني السابق والقيادي في حركه النهضه، الرئيس السابق لحركه النهضه ينضم الينا. ما رايك صوره كاريكاتيريه يقول استاذ سعد بعقبه؟ هي صوره كاريكاتيريه بينما هي حقيقه، وحزبي السلطه في صراع، نستعير تعبير حتى من كان في الحكومة كذا وزيرا مع ويحيى كذلك مناصرة، قال بأنه أثناء الحملة الانتخابية كانوا صراع دراير بين ويحيى ولد عباس حول الرئيس بوتفليقة. كيف تقرأ هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. أنا أعتقد بأنه ما يجري هو اولا تحريف للنقاش من جهه، ومن جهه ثانيه يعبر عن بيئه سياسيه فاسده، لانه اذا كانت البيئه السياسيه صحيحه، لو كانت البيئه صحيحة في تغيير امري، وفينا عندنا الامارات فإذا كان انتخابات بلدية يشوبها التزوير وتحديد إرادة الناخبين، فكيف بانتخابات رئاسية؟ أنا أعتقد بأن الآن هناك تفكير جدي من مجموعات، من عصب، من النافذين، من أعينهم على 2019. ما الذي سيكون في 2019؟ التنافس على المقاعد البرلمان وحشو الصناديق، بعض الصناديق، حشو الصناديق وتضخيم نسبة المشاركة، والأرقام يعني الحقيقة المتناقضة بين وزارة الداخلية وبين المجلس الدستوري في الإعلان الأول تطرح كثير من الأسئلة. طيب انت ما الذي يحدث في سيناريوهات 2019 في اعتقادك؟ تقول الامر مرتبط ب 2019 برئاسيه 2019، ما هو المطروح في اعتقادك؟ والله في سنه يوم
كانت ندوة الوفاق الوطني الأولى التي انبثق عنها ترشيح الرئيس جنين زروال كرئيس للدولة للمجلس على الدولة. سأل صحفي ألماني سأل صحفيا جزائريا قالوا عجبني اللي أمر الجزائر أن معظم الأحزاب السياسية ويومها كانت حتى لفنان خارج اللعبة. فقال له كيف يعني الأحزاب الرئيسية خارج الندوة وينبثق عنها قرارات مهمة وتنصيب رئيس للدولة. فأجابه الصحفي الجزائري قال له بأنه في الجزائر الأمور لا تخضع للمعايير العلمية ولا للمعايير السياسية ولا لي أيضا حتى للتوقعات. في كثير من الأحيان لأن القواعد السياسية أو التحليل يجب أن يكون مبني على قواعد، فالقواعد عندنا مخروقة كلها، ومن ثم قد يخرج رئيس من الأرشيف، قد يخرج رئيس من الركام، لا ندري من يكون. قد يبقى الرئيس حتى الممات. عند بعض السياسيين عندنا عندهم مسألة الرئاسيات المقبلة أو من يترشح للرئاسة، هذا خط أحمر يجب أن لا يناقش، ورأينا هذه التصريحات التي أشرت إليها أنت سلفا. ومن ثم أنا أعتقد بأن طبعا هناك تحليل يقول بأن المعادلة في الجزائر من كان يسمع الرؤساء ويوجه صناعة الرؤساء ربما صارت هناك بعض التحويرات، الآن هناك تغييرات، تدخل المال. طيب يعني هل تغيرت المعادلة من الولي الجنرال إلى الولي صاحب المال في صنع صناعة الرئاسة الرؤساء أن المعادلة ما زالت كما هي؟ والله من حيث الذي يهمنا صراحة إذا كان الرئيس يأتي بتعيين بغض النظر عن الجهة التي تعينه سواء كانوا جنرالات أو عصب مالية أو محيط سياسي أو ما إلى ذلك، هذا أظن في جميع الحالات هذا ليس في مصلحة الجزائر. بالتأكيد أن المهم والأساسي هو هل الرئيس أو السؤال الذي يجب أن يطرح، هل الرئيس يكون في 2019 منتخب بإرادة شعبية ونتيجة لانتخابات شفافة ونزيهة غير مطعون فيها، ويكون هناك يعني تكون هناك أجواء صحيحة وسليمة لهذه الانتخابات؟ أعتقد أنه لحد الآن الظروف تقول بأن هذه غير متوفرة لحد الآن، هذه غير متوفرة. ومن ثم جوهر النقاش الذي يجب أن ينصب، لأنه هناك تحريف للنقاش السياسي في هذه الأيام سواء فيما يتعلق بموضوع الحكومة أو موضوع رئاسة الجمهورية، لأن الآن يعني أنت تعتقد هذه كلها للإلهاء عن القضايا، عن القضية الأساسية في الجزائر، رئيس منصب الرئيس، شغور منصب الرئيس كما كانت معارضة تقول ثم بعد ذلك غيرت خطابها مثلا؟ أنا أعتقد أن كل ما يدور اليوم هو تحريف للنقاش الجدي والحقيقي. النقاش الجدي والحقيقي هو ضرورة التوجه إلى إصلاحات سياسية حقيقية، ضرورة إعادة الكلمة للشعب الجزائري. يمكن أن تكون يعني مرحلة انتقالية، مرحلة شوار وطني انتج عنها ممكن حكومة وفاق وطني، ولكن حكومة سياسية مهمتها إصلاحات سياسية حقيقية، مهمتها إعادة الكلمة للشعب الجزائري. طيب لكن أليس النظام في الجزائر نظام رئاسي الحكومات يعينها الرئيس؟ هل يمكن أن حتى لو كانت حكومة وفاق والانفتاح كما يتردد على أحزاب مثل ما تقول صحف جزائرية ويقودها سلال، هل ستغير شيئا ما دام الرئيس نفسه في منصبه؟ الحكومة في ظل هذه الوضعية الحالية لا تغير من الأمر شيئا. السؤال الذي يطرح مع الحكومة ومع أي حكومة ما هو برنامج هذه الحكومة؟ المؤسف أنه الأصل أنه من أخذ الأغلبية طيب يشكل الحكومة ويعرف برنامجه.
شكرا جزيلا لك دكتور فتح ربيعي البرلماني سابق قيادي في حركة النهضة. أستاذ سعد بوعقبة ما رأيك؟ أي سيناريوهات لل 2019؟ هل تموقعات فعلا أم أنه المعطى يقول أنه الرئيس بوتفليقة كما يتردد يعتبر بأنه منع أو حرم بالأحرى من خلافة الرئيس الراحل هواري بومدين، كان يرى نفسه خليفة لبومدين، ثم مرت سنوات وعاد إلى السلطة رئيسا لن يترك السلطة هكذا. لو أطال الله في عمره يرى البعض سيمضي أو سيتم ترشيحه هو أو محيطه إلى عهدة خامسة، ومحيطه لن يثق خاصة شقيقه ومستشاره في أي بديل عن الرئيس بوتفليقة مهما كان حتى من المحيط بكل المعطيات الجهوية والقرب من الرئيس بوتفليقة. هو المؤكد أن يعني شبه مؤكد أن الرئيس في 2019 لن يترشح حتى ولو كان وصل 2019، لكن المطروح الآن هو أنه ما يوصلش ل 2019. هناك سيناريو مرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية ما فيهاش جهة قوية يمكن أن تقود هذه المرحلة الانتقالية غير الجيش، والجيش عنده عرعورة تاع ما حدث في 92 ما زال خايف من الحكاية هذه تاع اللي حدث في 92، وبالتالي يقول خاطيني أنا ما زال ما نزيدش نزلج بالمؤسسة. لكن الجيش الجيش فيما يبدو الجيش فيما يبدو اسمح لي تفضل اسمح لي يقول لك ما نزلجش في 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 هكذا موقف ربما يفهم انقلاب ويفهم على الشكل الاخر ويؤدي الى انفلاتات لا تثبت عقبها وتدفع المؤسسه العسكريه ثمن عندها، وهو تحليل يظهر منطقي ولكنه لا يصمد امام الحقيقه، لان المؤسسه العسكريه هي اللي وصلت البلد الى هذه الوضعيه والمفروض تتحمل مسؤوليتها بها. السيناريو الثاني هو تطبيق تنصيب البرلمان على تعاسته ثم الشروع في تطبيق المادة 102، وبالتالي الرئيس يكون مجبر على أنه يسلم الأمانة لصاحب الأمانة اللي هم أصحاب الحق الإلهي، وهما يديروا شكل من إشكال الإخراج مع الواجهة السياسية اللي هي فلان ولا رمزي وغيرها من الأحزاب، ويديروا إجماع وطني ويعاودوا يجيبون نوعي آخر بطريقة أخرى انتخابات مفبركة ويعاودوا يخرجوا لنا رئيس جديد ويفوتوا مرحلة أخرى. هذه أيضا سيناريو من السيناريوهات، لكن هناك سيناريو آخر أن الرئيس نفسه ربما يريد هو نفسه يقصر العهدة ولكن يجري انتخابات يشرف عليها هو ويحط شكون يحب خارج إرادة العسكر هذه المرة، وهذا يكون تحول من اللي حصل في الجزائر من 62 الآن، ولا أعتقد أنه يستطيع أن ينجز هذه المهمة بمثل ما منهم حوله من 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 المال الفاسد ومن الواجهة السياسية التعيسة من أمثال هذا تاع فلان ولد عباس وما شبههم في رئاسة الجمهورية. السيناريو الأخر أنه يوصل لل 2019 وهذه أيضا مستحيلة لأن 80% من الشعب طيب. الجزائري ولكن في 2014 قيل نفس الشيء استاذ سعد بوعقبه وتم ترشيح الرئيس بوتفليقة ومرة ولم يحدث شيء. اسمح لي المعطيات الدولية تغيرت، احنا مسدودين مع فرنسا، وفرنسا شفتي كيف حطت شاب في عمره 29 سنة، وهذا أول ما أعلنوا أنه عنده مجال حيوي تاعو في شمال أفريقيا، والمجال الحيوي تاعو لا يمكن أن يسمح ببقاء. هو العمامرة يقول صديق الجزائر ماكرون، هو صديق الجزائر. بالعكس وهناك من زايد على السلطة وقال بأنه هي التي نصبت بوتفليقة والجزائر نصبت ماكرون في فرنسا. تفضل. ليس صديقا للمفسدين، والأيام القادمة سيزور المغرب وسيزور الجزائر وسترى انه يمكن ان تتسارع الاحداث في الجزائر بسرعه لم تكن متوقعه. طيب خليك معنا استاذ سعد بوعقبه لو سمحت، لو تكرمت. يونس الشرقي المكلف بالاعلام في حزب طلائع الحريه ينضم الينا في النقاش. يونس الشرقي، كيف يبدو لكم هذا المشهد الان وهذه التجاذبات بين حزبي السلطه والمشهد السياسي عموما الجزائري بعد نتائج الانتخابات؟
مساء الخير استاذ جمال الدين طالب، تحياتي لك ولكل ضيوفك الكرام. المشهد الذي يعني نشاهده الان ونلاحظه عن التجاذبات بين احزاب الموالاة، هذه الاحزاب التي هي نتاج رداءة وركاكة مشهد ما بعد افريل 2014، حالة التزوير التي وقعت في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي استشرفها حزب طلائع الحريات واستشرفتها اللجنة المركزية بأغلبية ساحقة، قررت عدم المشاركة في هذه المهزلة ما دام أن الضمانات غائبة تماما، وما دام أن الهيئة العليا المستقلة لتنظيم وتحضير ومراقبة الانتخابات غائبة، وما دام أن النوايا السلطة غائبة في التغيير السلمي وفي الحوار الجدي والفعال، السلطة هي تلعب على عامل الوقت وتريد الاستمرار والهروب نحو الأمام. هذا المشهد الهزيل الذي نشاهده الآن وهذه المأساة التي تتسبب بها السلطة في محاولة كتب شرعية جديدة بعدما كانت تكتبها عبر الريع النقي، اليوم تلقت ضربة موجعة من طرف الرأي العام الشعبي الذي قاطعها بنسبة 72.8% بين ورقة بيضاء وبين أصوات لاغية وبين عدم مشاركين أصلا في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات من مهازل هذا النظام البرلماني الذي قال سيد رئيس الحزب علي بوفليس أن هذا النظام البرلماني الجزائري يستحق أن يسجل في موسوعة جينيس كأغرب نظام برلماني، حيث يتمتع حزبين الأفلال والأرندي وهما يحوزان فقط على نسبة 11% من الأصوات بأغلبية مقاعد هذا المجلس، وهذا المجلس للأسف هو الذي سيحدد مصير الجزائريين عبر قانون المالية 2018 وعبر جملة وقوطة من القوانين التي سترسم وتؤثر مباشرة على المواطن الجزائري. هذا المشهد الهزيل الذي صارت تشكل هذه الطبقة السياسية اللا مسؤولة واللا واعية بالمخاطر المحدقة بالجزائر والتي لا تؤمن سوى خطاب التملق والتزلف للجماعة الحاكمة ولا تولي اعتبارا للمصير ومستقبل الجزائر. الجزائر اليوم تعيش أزمة اقتصادية وهم ينكرون ذلك، الجزائر تعيش أزمة سياسية من غياب أفق أي حوار وطني بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين كافة، وبالتالي السلطة هذه تسهم في تعميق الأزمة وتسهم في توفير الاوضاع المواطن الجزائري. هذا طيب يونس الشرقي، تقاطعتم حزب طلائع الحريات الذي يقوده سيد علي بفليس، يعني سيد علي بفليس يقاطع الانتخابات التشريعيه، لو كانت هناك والانتخابات الرئاسيه مقبله هل تشاركون ام انكم مثل ما كنتم تقولون كنت تقول بانه في حزبكم انكم ما لم يكن هناك لجنه مستقله لمراقبه الانتخابات لن تشارك؟ لنكون واضحين استاذ جمال الدين طالب، مقاطعه التشريعيه كانت بناء على جمله من المعطيات والتي درسناها في اشغال اللجنه المركزيه للحزب، ولم تكن غياب ان هذه الهيئه العليا المستقله لتنظيم الانتخابات هي الدافع الوحيد لمقاطعه هذه الانتخابات. الدافع الاساسي هو ان البرلمان كسلطة تشريعية ليس له صلاحية التشريع، وأن البرلمان هذا يفتقد إلى كل صلاحياته وهو برلمان شكلي مزيف، وهو صنيعة الإدارة الجهاز الإداري والسياسي للسلطة، وبالتالي هذا البرلمان تختاره بعناية سائقة هذه السلطة لتسكير مشاريعها وتسكير القوانين التي تود تمريرها، وكذلك هذا البرلمان هو طيب. ولكن يقال بانه السيد علي بفليس يقاطع الانتخابات التشريعيه، ولكن لو جاءت فرصه الانتخابات الرئاسيه سيترشح فيها برغم نفس الظروف ونفس الاتهامات بالتزوير، ما ردكم على هذا الكلام؟ الانتخابات الرئاسيه ليست لا تعني حزب طلائع الحريات وحده، ولكن اذا ترشح السيد علي بفليس سيكون بناء على جمله من المعطيات وجمله من الاراء التي ربما تدفع به الى الترشح او عدم الترشح. هذا يقوم على مجموعه من التحالفات السياسيه، على مجموعه من التغيرات التي ربما تطرا. الهيئه العليا المستقله ليست هي السبب الوحيد، غيابها ليس هو السبب الوحيد لمقاطعة الانتخابات. نحن قلنا أن مشكلتنا مع البرلمان بحد ذاته كسلطة تشريعية فاقدة لكل صلاحياتها،
السيد علي بوفليس لم يترشح في 2014 باسم حزب طالع الحريات، ولكن ترشح بصفته شخصا مستقلا او شخصيه وطنيه مستقله. مضت وراءه 25 حزبا سياسيا كلها دعمت مسار هذا مسار السيد علي بوفليس، ولكن حزب طالع الحريات الذي وجد في هذا الساحه السياسيه يوم 14 جوان 2015 لم يخذ او لم يمر الا بهذه التجربه، تجربه الانتخابات التشريعيه الاخيره التي عقدت في 4 مايو 2019 وبناء على مشاورات ونقاشات بين القاعده النظاميه للحزب وعلى مستوى اعلى هيئه قياديه بين المؤتمرين للحزب التي هي اللجنه المركزيه، قررنا عدم المشاركه في هذه الانتخابات نظرا لان هذا البرلمان في ظل هذه السلطة ليس لدينا ما نفعل به مشروعنا الذي هو مشروع التجديد الوطني على 3 مراحل أو على 3 يعني مجالات، المجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي، ليس لدينا ما نفعله في برنامجنا داخل هذا مثل هكذا برلمان فاقد لصلاحيته. مشكلتنا الأساسية مع البرلمان وليست مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تعتبر من أشد مطالبنا كذلك والتي اتفقنا عليها داخل هيئة التشاور والمتابعة مع كافة شركائنا في المعارضة الوطنية، ولكن هناك من درسوا أنه يمكن أن عدم، ولكن هذه المعارضة كانت نفس المعارضة كذلك كانت تحذر سيد علي بوفليس بالذات يعني وتياره، يعني لأن هناك حزب أكيد لم يكن هناك حزب لما ترشح السيد علي بوفليس، ولكن كانت تحذره من أنه ماضي انتخابات مفصولة ولكنه مضى وبعد ذلك حصل ما حصل. يعني هل سيتكرر السيناريو في 2019 مثلا؟ نحن في حزب طلع الحريات يا أستاذ جمال الدين طالب، في حزب طلع الحريات وكلنا متبنون يعني لترشح السيد علي بوفليس في الانتخابات الرئاسية 2014 أن ذلك الترشح لم تكن نتيجته مثل هذه النتيجة الهزيلة والركيكة لهذه الانتخابات التشريعية التي قاطعها ما يقارب 73% من الشعب الجزائري من الهيئة الناخبة للجزائريين. الانتخابات طيب. الرئاسية حصلت فيها السيد علي بوفليس على المرتبة الأولى في ولاية باتنا وفي عديد الولايات حصل فيها لولا إغراق الصناديق عبر الجهاز السياسي والإداري من طرف هذه السلطة. ورغم التزوير حصل الأستاذ علي بوفليس على 1,288,000 صوت في هذه الانتخابات بما يعادل 12% من نتيجة هذه الانتخابات في ظل ورقة واتقنا كل عملية التصوير في الكتاب الأبيض. شكرا يعني لك يونس شرقي المكلف بالإعلام في حزب طلائع الحرية، شكرا لك. أستاذ سعد بعطب أعود إليك، كنت أقول بأنه عن الجيش كنت تتحدث عن الجيش وأنه الجيش لا يريد التورط بالسيناريوهات التي كنت تذكرها، لكن في مقابل قبل هذه الانتخابات التشريعية كان هناك يعني تجديد دعم من قبل قائد أركان الجيش للوضع القائم كما فهم ودعم الانتخابات وغيرها، برغم ما يتردد الآن من تصويت أبيض لعدد كبير من المنخرطي أو منتسبي الجيش الوطني. وحقيقة الجيش في هذه المرة دار خطوة حيادية تحسب له، فلم يعطي تعليمات للجنود اللي صوتوا مدنيين في المراكز بالتصويت لإكس أو إيكراك وخلاهم أحرار، وبالتالي هم انحازوا للشعب في غالبيتهم صوتوا بالورقة البيضاء يعني انضموا لل، ولكن رهان السلطة لم يكن، رهان السلطة كان على نسبة المشاركة وكان هناك دعم عشية الانتخابات، دعم واضح للتشريعيات من قبل قائد أركان الجيش في بيان وفي خطاب طبعاً معروف. طبعا العشرين في المية اللي حصلت عليها الأحزاب في عمومها هذه العشرين في المية هذه اللي حصلت عليها كانت نصفها هي أصوات ما يسمى بالكور كونستيتيوتي يعني الأجهزة النظامية وبصفة أساسية الجيش، ولكن الجيش هذه المرة كان دار خطوة حيادية اتجاه الانتخابات ولم يعطي التعليمات بالتصويت في إكس أو إيكراك وخلى الجنود أحرار، والجنود بطبيعة الحال هم من الشعب الجزائري والجيش الوطني الشعبي من في هذه كان فعلا جيش وطني شعبي انضموا للتصويت بالبيضاء، انضموا لحركة الشعب، وبالتالي
الان يبين باللي الجيش حتى هو راه محترف من طريقه تعيين رؤوس القوائم هذه بالفساد من طرف المال الفاسد في لبنان وفي الارنبي. هذا يقودنا الى سؤال استاذ سعد بعقبة، المال الفاسد الحديث انه 20% ربما من البرلمان هم من اصحاب المال، هل ما زالت المعادله معادله صناعه الرؤساء نفسها في الجزائر الدور للجيش كما يردد كثيرون، ام ان المعادله تغيرت؟ يعني لم يعد هناك الولي الجنرالي صح التعبير، يعني انما اصبح الولي صاحب المال في تعيين الرؤساء. ما يجري الان هو محاوله لنزع فكره ان الجيش هو صاحب الحق الالهي في تعيين الرؤساء من 62 للان، ويحاولوا ينقلوا هذه القضيه لجماعه الضغط والواجهه السياسيه والمال الفاسد بصفه خاصه. الجزائري السوي يقول اذا كان الشعب الجزائري لا يريد للجيش ان يتدخل في السياسه ويدير لنا رئيس جديد، احرى واولى يرفض انه يسلم الامانه لغيره من المفسدين من اصحاب المال الفاسد واللي المحاكم مليانه بهم الان. يعني حقيقة إذا كان خيروني أنا شخصيا، إذا كان خيروني بين ديكتاتورية الجيش في تعيين الرئيس وبين ديكتاتورية المال الفاسد، نختار ديكتاتورية الجيش. ولكن هناك من يقول بأن هؤلاء ليسوا إلا واجهة في النهاية كذلك لمتنفذين في الجيش أصحاب المال. طبعا ولكن هما صنعوهم وخرجوا من يديهم في بعض الحاجات. الان مجموعه نتاع المال الفاسد ولات اغوال بالاتحاد السياسي، ولات تتجاوز حتى الرؤوس اللي صنعتها، ولات تتجاوزها في المساس بالمصالح العليا للبلد. طيب سؤال اخير استاذ سعد بعقبة، الوقت يضغط علينا، هل في هذه المعادله بكل ما فيها من ارقام الجيش اصحاب المال وغيرها، هناك من ربما يرى أنه من سيربك كل هذه المعادلة وبدأ هو رقم الوضع المالي، تراجع المداخيل بكل تأثيرات ذلك، ما كانش الأموال يعني. هذا هو حزب المعارضة الفاعل الثاني بعد حركة المقاطعة اللي سميناها حركة 8 حركة 4 ماي واللي راح تكون لها ما بعدها. الحزب الثاني اللي راح يكون قوي هو حزب الموارد الناقصة هذه، اللي راح يكون دعم للقاعده الشعبيه هذه اللي تحركت ورفضت النظام بنسبه 80%. والامر له ما بعد، لان هذه الحركه احتمال ان تتحول الى عمل غير مسكوت، لان هذا تعبير ساكت او تعبير سلمي عن رفض الحكم. ولو كان ما يسمعش فيها الحزب، ما يسمعش فيها النظام، الرئيس والجيش لو كان ما يسمع فيها من 6 أشهر ولا 6 أشهر ما نستنى واش يكون. والدليل على ذلك لو كان يزيدوا يعاودوا نفس الحكومه ويكونوا هذه الحكومه اللي جابت الشعب، جابت 80% من المقاطعين للنظام، ويعاودوا يعينوها معناها يتحداوا الشعب، وربما تفيض الامور وما نعرفوش واش هي النتائج. شكرا لك سعد بعقبة الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. الى هنا ناتي الى نهايه الحلقه، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.